يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ونشرة رياضية إخبارية جديدة من قناتكو المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. أكيد هيكون عندنا العديد من الأخبار، سواء الأخبار المحلية أو الأخبار العالمية، لكن كالعادة دايما هنبتدي بأخبار النادي الأهلي وبالتحديد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واللي بيخوض في هذه اللحظات مباراة ودية أخيرة أمام فريق نجوم المستقبل في إطار استعداده لمباراة فريق تاون شيب طبعا في الدور أو في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا ودوري المجموعات ودور ال 16، فبالتالي مباراة غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي، بيستعد النادي الأهلي بمنتهى القوة. أكيد المباريات الودية المتتالية بالنسبة للفريق بيستقر من خلالها الجهاز الفني بقيادة مستر باتريس كارتيرون على العديد من الأمور الفنية الخاصة به، فبالتالي المباراة بتقام طبعا في هذه اللحظات. عشان نعرف ايه الجديد في المباراة والامور ماشية ازاي بالنسبة للنادي الاهلي، نروح بسرعة لزميلي كريم احمد مراسل قناة النادي الاهلي. يا كيمو مساء الفل عليك. تحياتي ليك يا زميل امير، مساء الفل عليك وعلى كل مشاهدي قناة الاهلي. طمنا كريم على فريق النادي الاهلي والمباراة الودية النهاردة امام فريق نجوم المستقبل، وقول لنا التشكيل اللي بدأ بيه مستر باتريس كارتيرون المباراة كان ايه؟ في البداية أعتقد أن هي تكون مباراة جيدة، يكون فيها استفادات فنية كبيرة جدا للنادي الأهلي وأيضا كمان لفريق النجوم المستقبل. الاثنين هيواجهوا بعض طبعا في بطولة الدوري العام زي ما أنت عارف. النهاردة تكون تجربة أخيرة إن شاء الله، نتمنى تكون فيها استفادة كبيرة جدا لمستر باتريس كارتيرون والجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي قبل إن شاء الله المواجهة الهامة والمرتقبة واللي منتظرها أكيد كل جمهور النادي الأهلي. مباراة تاون شيب طبعا بطل بوتسوانا اللي بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي، يكون التوفيق معاهم إن شاء الله، تكون أيضا كمان نقاط المباراه من نصيب النادي الاهلي. لو برجع معاك زميل امير النهارده ليه التشكيل اللي بدا بيه مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي في حراسه المرمى الشناوي خط الظهر. رجعنا لكم من جديد. يعني ما اعتقدش ان كان في حد يتوقع ان كرواتيا ممكن تكون في نهائي كاس العالم. بصراحه منتخب بيأدي بطوله اكثر من رائعه، وكمان المعدلات البدنيه عندهم حاجه يعني جميله جدا، لعبوا ثلاث مباريات ورا بعض وقت اضافي ومع ذلك بيكسبوا وبيوصلوا لنهائي كاس العالم. فريق ما خسرش ولا مره على مدار البطوله، وبالتحديد في دور المجموعات يعني اول ثلاث مباريات قدروا ان هم يكسبوهم وخدوا 9 نقاط في الجوله الاولى. دور ال 16 كسبوا، دور الثمانيه كسبوا، امبارح كمان في دور نصف النهائي امام منتخب كبير ومحترم منتخب الانجليزي في ظل تواجد سكواد او قائمه مهمه جدا منتخب الانجليزي على مدار تاريخه، يمكن ما كانش عندهم القائمه الرائعه دي. فبالتالي ان كرواتيا تقدر تفوز امبارح بعد ما كانت متاخره بهدف يرجع بريزيتش ان هو يحرز هدف في الشوط الثاني، وفي الاكسترا تايم كمان ماندزوكيتش يحرز هدف رائع ويقدروا يفوزوا ويتاهلوا للدور النهائي، فده انجاز في حد ذاته للمنتخب الكرواتي. واللي كان اكبر انجاز بالنسبه له في 98 في فرنسا ايام سوكر طبعا لو تفتكروا حضراتكم، كان نجم هذه البطوله وقدروا ان هم ياخدوا المركز الثالث ويخطفوا المركز الثالث من هولندا في هذا التوقيت اللي احرزت المركز الرابع، وكان ساعتها فرنسا اللي فازت بالبطوله وكان البرازيل اللي خسرت في النهائي من فرنسا وخدت المركز الثاني. فبالتالي اللي بتعمله كرواتيا بصراحة شيء كبير وإعجازي بالنسبة لهم، وهم في طبعا حالة سعادة بشكل كبير جدا في بلدهم بالفوز وبالتأهل للمباراة النهائية في بطولة كبيرة والبطولة الأبرز طبعا على مستوى العالم وهي بطولة كأس العالم. طبعا حكومة كرواتيا اجتمعت امبارح بقميص المنتخب، يعني دي لفتة كويسة جدا من ظل أو في ظل فرحتهم الكبيرة جدا إن هم بيوصلوا لنهائي كأس العالم، كله لبس التيشيرت الخاص بمنتخب كرواتيا وحضروا الاجتماع الخاص بالوزارة، فبالتالي أو بالحكومة الكرواتية، فبالتالي ده شيء جيد ومميز بالنسبة لهم إن هم يكونوا متواجدين في اجتماع كلهم لابسين تيشيرت كرواتيا. شايفين يا جماعة التوحد والمؤازرة الكبيرة للمنتخب، هو بالنسبة لهم إن هم عايشين حلم دلوقتي إن هم موجودين في نهائي كأس العالم، هيواجهوا طبعا فرنسا منتخب قوي جدا ومليء بالنجوم، فبالتالي اكيد هنشوف مباراه قويه جدا. فرنسا اجهز بدنيا، بس رغم ان امبارح كانت انجلترا اجهز بدنيا، لكن قدرت كرواتيا في النهائي او في النهايه ان هم يفوزوا بالمباراه ويوصلوا للنهائي. ايضا من ضمن الاخبار وفي ظل النشوه اللي بتعيشها كرواتيا الفتره دي في ظل تاهلهم لنهائي كاس العالم، يمكن موقع اخباري كرواتي قرر التوقف عن انتقاد سياسات الدوله حتى نهائي المونديال. يعني خلاص بقى هم موجودين في مرحله مهمه جدا، لازم الشعب كله يكون متكاتف، الشعب كله بيتكلم عن فريق او منتخب كره القدم الكرواتي اللي بيحقق اعجاز بالوصول لنهائي المونديال، فبالتالي هم قرروا ان هم ما يكونوش او ما يتكلموش عن السياسه خالص او اي انتقادات
الرياضات توجه للحكومة خلال الفترة دي لحد ما ينتهوا من نهائي كأس العالم، بالتحديد موقع إندكس اللي هو المعروف بنبرته الانتقادية الحادة خلال طبعا انتقاده للسياسات الخاصة بكرواتيا، قال ان لحد يوم الثلاث إندكس لن يتحدث عن أي مشكلة، بعد يوم الثلاث بقى نبقى نتكلم. طبعا ده شيء طبيعي وشيء مهم بالنسبة لهم ان هم كله يتوحد وكله يفكر بس في النهائي. لو فازوا بصراحة بكأس العالم هتبقى مفاجأة كبيرة، وهتبقى مفاجأة غير متوقعة، وهيبقى منتخب جديد أول مرة يفوز بكأس العالم. فرنسا زي ما احنا عارفين فازت بيها مرة واحدة قبل كده في 98، فبالتالي الدوافع اكبر، مش اكبر، كله خلاص عنده دوافع كبيره ان هو يفوز. اللي وصل النهائي ده هيموت نفسه في الملعب عشان ياخد بطوله كاس العالم، لكن كرواتيا هيبقى اول لقب بالنسبه لهم، ف هينافسوا بشكل كبير جدا في المباراه دي، فهنشوف مباراه ان شاء الله قويه. نروح بقى لاخبار اخرى، ورونالدو اللي لسه الحديث عليه. رونالدو اول امبارح تقريبا بالتحديد انتقل من ريال مدريد لليوفنتوس الايطالي في صفقه كبيره وغير متوقعه، وعشاق ريال مدريد اكيد مصدومين بعد هذا الخبر. رونالدو بقاله 9 سنين في الفريق، احرز العديد من الالقاب، ساهم في 4 تشامبيونز ليج، خد القاب كتير سواء دوري او كاس الملك او السوبر، سوبر اوروبي، كاس عالم. الراجل بصراحه انجازات كبيره، واحسن لعيب في العالم اخر موسمين، وخدها 3 أو 5 مرات كمان كريستيانو رونالدو. فبالتالي الكلام لسه مستمر عن كريستيانو رونالدو. يمكن صحيفه ماركا الاسبانيه قالت ان رونالدو مش هيلعب المباراه الوديه اللي هتكون ما بين يوفنتوس وريال مدريد اخر الشهر، واللي هتكون يوم 30 واللي هتقام في الولايات المتحده الامريكيه. قالت ان رونالدو لسه في اجازه في اليونان، بس بالمناسبه رونالدو هيوصل النهارده تورينو عشان بنسبه كبيره هيكون في بكره او بعده مؤتمر صحفي لتقديم كريستيانو رونالدو. جماهير يوفنتوس عايشين دلوقتي ايضا حلم كبير في تواجد او بتواجد احسن لعيب في العالم عندهم خلال المرحله المقبله. بالمناسبه كريستيانو وقع 4 سنين، هياخد 30 مليون يورو في الموسم، ريال مدريد خدت 105 مليون يورو في الصفقه دي. وبنسبة كبيرة كمان رونالدو بعد ال4 سنين دول هيعتزل الكرة نهائيا، لكن دايما هيؤدي بشكل جيد زي ما احنا معتادين من كريستيانو رونالدو. كان مؤثر جدا مع منتخب البرتغال، لكن تقريبا بيلعب لوحده، ومع ذلك وصلوا لدور ال16 واحرز 4 أهداف من خلال 4 مباريات شاركوا فيها في كأس العالم. فبالتالي كريستيانو رونالدو مش هيكون جاهز للمباراة اللي هتكون ما بين ريال مدريد واليوفنتوس. البعض توقع ان هو هيشارك فيها، لكن مش هيكون جاهز ان هو يكون متواجد في المباراه دي، وهيستعد بشكل اكبر علشان يكون مع بدايه الموسم جاهز بشكل اكبر وبنسبه 100% مع يوفنتوس. واكيد هيبقى عنده دوافع جديده وطموحات جديده، وبالتحديد كمان جمهور اليوفنتوس هيبقى عنده طموحات اكبر في تحقيق دوري ابطال افريقيا بعد ما وصلوا للنهائي اكثر من مره وما قدروش يفوزوا بهذه البطوله. لكن في ظل تواجد المتخصص رونالدو في الشامبيونز ليج، من الوارد ان هم ياخدوا دوري ابطال اوروبا. في نفس السياق يمكن مارسيلو وجه رساله لرونالدو بعد ما مشي من ريال مدريد. يمكن لحد امبارح ناس كتير توقعت ان مارسيلو هيلحق بكريستيانو رونالدو في ريال مدريد، وخصوصا ان مارسيلو تقريبا في 2014 او 2015 يمكن مع نهايه موسم قال انا بتمنى في يوم من الايام ان انا العب في فريق زي اليوفنتوس. هو طبعا متواجد في احسن فريق في العالم او من احسن الفرق في العالم، فريق ريال مدريد، لكن الاجواء هناك في ايطاليا واليوفنتوس بالتحديد وجمهوره الكبير بيدي دوافع كبيره وطموحات عند اللاعبين ان هم يكونوا متواجدين في الفريق ده. فبالتالي التكهنات لحد امبارح او لحد النهارده الصبح بدري كده الناس كانت بتتوقع ان مارسيلو هيلحق بزميله كريستيانو رونالدو في ظل العلاقه الوطيده ما بين الاثنين، صحاب جدا. والبعض قال ان رونالدو طلب من اداره يوفنتوس التعاقد مع مارسيلو، لكن النهارده مارسيلو اخيرا ودع كريستيانو رونالدو. لحد امبارح ما كانش ودعه، كان تقريبا كل اللاعبين ودعوا كريستيانو رونالدو، لكن النهارده مارسيلو ودع كريستيانو رونالدو من خلال طبعا الموقع او موقع التواصل الاجتماعي انستغرام الخاص بمارسيلو، ويمكن قال ان من كان يتخيل ذلك جه الوقت اللي نقول نراك قريبا، اقسم انني لم اتخيل ابدا ان هذا اليوم سياتي، لكن لا شيء في الحياه يستمر للابد، اتمنى لك كل السعاده في طريقك الجديد. ده كان كلام مارسيلو لرونالدو. يمكن قال كمان سافتقدك او سافتقد حديثنا معا قبل المباريات عندما اعتدت على التنبؤ بشكل صحيح بنتائج المباريات. رونالدو كان دايما بيتوقع لهم ان هو النتائج بشكل صح، فده اللي اعتاد عليه مارسيلو. وقال فخور باللعب الى جوارك، ليس لانك الافضل في العالم ولكن بسبب شخصياتك. عندما اعتزل اللعب ساجلس في طبعا مع اصدقائه يعني ومع الناس قرايبه واولاده وكلام من ده،
واحصل على بعض الصور اللي هوريها لهم اكيد، واقول لهم قصصنا واتصفح كل صورنا. ده كان كلام مارسيلو في الرسالة اللي ودع بيها كريستيانو رونالدو عقب رحيله لفريق اليوفنتوس من ريال مدريد. نتمنى لريال مدريد كل التوفيق، ونتمنى كمان لليوفنتوس في ظل تواجد كريستيانو رونالدو كل التوفيق خلال الموسم الجديد، واكيد هيكون عندهم دوافع كبيرة.